وتم اعتماد فوز كل من أولاً بالنسبة للمقاعد الفردية محافظة القاهرة دائرة الساحل أبانوب عزة عزيز معوض دائرة رود الفرج محمد عبد الرحمن راضي محمد دائرة الزاوية الحمراء أمين محمد علي مسعود عمر محمد رحيم دائرة أول مدينة نصر محمد مصطفى السلاب طارق عثمان أحمد شكري دائرة التجمع الخامس محمد السيد محمد سليمان محمد شديد لبيب الحناوي دائرة السلام أول شريف فيض الورداني محمد أحمد إسماعيل محمد أحمد دائرة عين شمس محمد سعيد سليمان الكومي صفوة وداد مسعد قليني دائرة المطرية وائل إبراهيم غريب علي أحمد عبد الفتاح محمد عباس دائرة المرج أحمد علي إبراهيم محمود دائرة الجمالية حسام محمد زكي إبراهيم دائرة عبدين أشرف محمود إبراهيم حاتم دائرة السيدة زينب الطاهر عبد الحميد محمود سليم دائرة الخليفة سيد حنفي طه محمد دائرة مصر القديمة خالد علي عبد الله كمالي دائرة البساتين خالد عبد الحميد عبده طنطاوي حشمة إسماعيل محمود دائرة المعادي أحمد عبد الرؤوف عبد المعطي الطيبي دائرة حلوان عيد حماد محمد عيد محافظة القليوبية دائرة بنها مجدي عبد العزيز محمد سيف جمال عبد القادر محمود عفيفي حجاج جمال فؤاد السيد مدكور دائرة طوخ أسامة فتحي محمد عبد الرحمن عبد الوهاب عزيز فؤاد عفيفي حمزة سابق دائرة تاني شبرا الخيمة عبد السلام محمود سيد أحمد خضراوي مجاهد صدقي محمد نصار أشرف أمين عبد العليم أحمد دائرة قليوب عادل صلاح منصور عامر إبراهيم جميل محمد عويس دائرة الخنكة كمال الدين شفعي عبد الحميد أبو دنيا محمد الطوخي عبده مصطفى محمد عبد الواحد حسن مدينة دائرة شبيني القناطر سمير مصطفى عليوة إبراهيم حافظ شكري حافظ أحمد عمران محافظة بورسعيد دائرة الزهور أحمد محمد أحمد فرغل محافظة جنوب سيناء دائرة أول شرم الشيخ سليمان عطيوي محمد سلمان وذلك لحصولهم جميعاً على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة إعمالاً لحكم المادة 23 من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 ثانياً بالنسبة للفائزين بنظام القوائم فقد فازت القائمة الوطنية من أجل مصر في كل من الدائرة الأولى ومقرها مديرية أمن القاهرة الدائرة الثالثة ومقرها مديرية أمن الشرقية وذلك لفوزها بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة بكل دائرة إعمالاً للمادة 23 من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 وإذ لم يحصل بعض المترشحين للنظام الفردي ببعض الدوائر على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة وإعمالاً لحكم المادة رقم 23 من قانون مجلس النواب الصادر بقانون رقم 46 لسنة 2014 فقد صدر قرار الهيئة السالف الإشارة إليه بإجراء جولة الإعادة في دوائر كل من محافظة القاهرة دائرة الزيتون بين كل من سيد عثمان سيد جاد المولى محمد عبد الغني عبد المطلب عبد الحق دائرة حدائق القبة بين كل من سيد نصر السيد أبو العلا حسين السيد محمد جاد دائرة أول مدينة نصر بين كل من عمرو محمد فاروق محمد علي الصنباطي سمر فرج علي فودة دائرة المرج بين كل من عيد عبد الله محمد هيكل محمد رضا عبد المحسن أحمد البنا دائرة البساتين بين كل من علي عبد الونيس علي سواح أكمل أحمد رشدي مهدي قرطام دائرة حلوان بين كل من عبد النعيم حامد محمود إبراهيم عرفة مصطفى صالح محمود
مصطفى إسماعيل إبراهيم عاشور، إبراهيم الدسوقي محمد علي إبراهيم محجوب. محافظة القليوبية دائرة قليوب بين كل من عزة عبد العزيز محمد كريم، درويش محمود محمد مرعي. محافظة الدقهلية دائرة أول المنصورة بين كل من وحيد رمضان فودة محمد، محمد محمد السيد البسوني، نبيل إبراهيم الدسوقي أحمد أحمد وردة، أحمد محمد سلام الشرقاوي علي. دائرة مركز المنصورة بين كل من محمد إسماعيل إسماعيل الشريف، جمال سعد محمد الزهيري، محمد علاق محمد عبد الوهاب، حسن حسين محمد أحمد المير. دائرة بلقاس بين كل من الهامي أحمد عبد اللطيف جاد عجينة، محمد عبد الرازق محمد السيد عوض قركر، فايق الزكي المغازي سلامة، عوض محمد عبد الفتاح محمد أحمد. دائرة طلخة بين كل من وليد شوقي شاكر حامد، السيد الخضر علي جوهر، بسام منصور اليماني محمد فليفل، رضا عبد الله محمد غازي حبيب. دائرة دكرس بين كل من نصحي علي حسن علي، مكرم السيد المتولي رضوان، شوقي عبد العليم عبد الحميد موسى، أشرف الشبراوي سعد محمد أبو العلا، أشرف أحمد لطفي محمد الحصي، وليد فتحي السيد فرعون. دائرة منية النصر بين كل من محمد نجيب خالد علي محمد نور الدين، عماد الدين محمود محمود سليماني الحديدي، خالد مصطفى كامل عبد السلام موسى، أحمد محمد حسن الهواري. دائرة المنزلة بين كل من مجدي محمد علي الأمير، أحمد أحمد الحديدي مشيمش، أحمد محمد محمد سمرة، إيهاب صلاح أحمد عبدو العميري. دائرة ميت غمر بين كل من أحمد إبراهيم أحمد السعيد الألفي، عبد الفتاح عبد الحي محمد مصطفى، بدوي عبد اللطيف هلال بدوي، محمود أحمد العزب سيد أحمد. دائرة أجا بين كل من إيهاب أنيس عبد اللطيف عبد الله، محمد وفيق محفوظ صالح، إيهاب أحمد محمد الفقي، شريف مصطفى الجبلي. دائرة السنبلاوين بين كل من أسامة محمد عبد العاطي متولي، محمد السعيد عوض سيد أحمد، أحمد إبراهيم محمد رعب، أحمد همام القزمازي. محافظة المنوفية دائرة شبين الكوم بين كل من أحمد عبد الحميد صديق حجازي، العناني حسن حمودة حسن علي، جمال عبد الستار عبد الغني سحلو، هاني مصطفى أحمد خضر. دائرة قويسنا بين كل من عبد الحكيم محمد البيومي سليمان التعلب، منير محمد محمود مندور، عصمت عبد الفتاح ياسين زايد، محمد حمدي عبد الحليم علي موسى. دائرة تلا بين كل من إبراهيم يحيى محمد خليف، كريم طلعت أحمد عصمت السادات، عبد الحفيظ زكي عبد الحفيظ نصير، علاء حسن عبد الواحد جعفر. دائرة أشمون بين كل من صابر أحمد عبد القوي يوسف، عصام محمد عبد السلام ياسين، عبد الهادي فتحي عبد الهادي خليل، محمود محي الدين حسن عوض. دائرة الباجور بين كل من محمود محمد رفعت عباس البرعي، عادل زكي أمين طه الصعيدي. دائرة منوف بين كل من أيمن عبد الهادي سليمان معاذ، أحمد أبو زيد محمد أبو زيد دياب، الأمير عبد القوي أحمد عبد القوي الجزار، عادل عبد الغفار طلبة منصور. محافظة الغربية دائرة أول طنطا بين كل من عبد المنعم إبراهيم إبراهيم شهاب، سمير جابر محمود عيسى، غباش محمد بدوي بدير، أحمد مهاب محمد أحمد الهرميل، سمير محمد إبراهيم الخولي، شريف مصطفى أنور خليل. دائرة كفر الزيات بين كل من سامح فتحي إسماعيل حبيب، إبراهيم عبد الله إبراهيم الدهراوي، عبد القادر محمد إبراهيم سرور، محمد أحمد محمد يوسف فايد. دائرة قطور بين كل من فؤاد إبراهيم عبد العزيز حسب الله، عبد الله أحمد السيد الشيخ،
دائرة أول المحلة الكبرى بين كل من محمود عبد السميع حسن الشامي، حامد عبد الجليل إبراهيم الزعبلاوي، محمد خليفة محمد أمين خليفة، أحمد بلال سعد البرلوسي، دائرة مركز المحلة الكبرى بين كل من حامد جلال حامد جهجة، إبراهيم محمد عبد الله الديب، إيهاب فتوح أحمد سنبل، عبد الباسط محمد عبد القوي سعدهم، دائرة سمنود بين كل من عبد المطلب محمد عبد المطلب الحلو، أحمد عبد الحكيم يوسف دراج، دائرة زفتة بين كل من محمد سعد بدراوي عوض، مصطفى راغب علي أبو زيد، عامر حامد عامر الشرباجي، محمد سلامة توفيق أبو زيت الجهري، محمد ربيع سالم غزالة، هيثم توفيق زغلول مراد محمد عبد الله، محافظة كفر الشيخ، دائرة كفر الشيخ بين كل من السيد أبو اليزيد سيد أحمد شمس الدين، محي الدين فتح الله محمد القطان، باسم عبد المحسن حامد حجازي، أحمد محمد رمضان الطنطاوي، مراد جمال محمد القطان، ياسر منير عبد الجواد عبد الخالق، دائرة سيدي جابر، دائرة سيدي سالم بين كل من علي أحمد علي أحمد، محمد عبد الحميد سعد مفتاح، محمد عبد الحميد محمد هاشم، ماهر علي مصري مسعود خليفة، دائرة الحمول بين كل من عصام الدين السعدي محمود عبد الغفار، يونس عبد الرازق عبد الرازق فرج، محمد زكي إبراهيم السيد إسماعيل، عزت عبد المنعم عبد الرحمن محمد، دائرة دسوق بين كل من صلاح الدين محمود إبراهيم المعداوي، عادل محمد علي النجار، يوسف البدري عبد الفتاح يوسف أحمد البدري، محمد سعد عبد الرؤوف الصمودي، عادل عبد السلام محمد محمد جعفر، محمد عبد الحليم أحمد خليفة داود، محافظة الشرقية، دائرة أول الزقازيق بين كل من علي سعيد علي محمد سيد أحمد، لطفي محمد إبراهيم عثمان شحاتة، ماجد دياب سليمان غانم، عادل السيد الأنور محمد عبد الله عفيفي، إيمان سالم محمد سالم خضر، مروة محمد عبد الغني محمد هاشم، عبد الفتاح إبراهيم حسين محمد، مجدي جلال عبد العزيز عاشور، دائرة بلبيس بين كل من حمودة محمد حمودة يحيى، سامي عبد العزيز نصر الله سلامة، رشيد السيد محمد محمد عامر، عبد الله فهمي رياض محمد اليماني الرماح، حاتم محمد حسن محمد حسن صيام، طارق حسن محمد الأعصر، دائرة منيا القمح بين كل من خالد عبد الرحمن عبد الله أحمد مشهور، وجيه حسين أباظة وجيه أباظة، محمد محمود جاد مصطفى، عبير السيد محمود حنفي، حسن علي حسن ضوة، مي محمد رشدي أحمد الحسيني غيس، دائرة أبو كبير بين كل من محمد عبد الهادي سليم حبيب، حاتم أحمد عبد العزيز أحمد، نبيل عبدو إبراهيم سيد أحمد عسكر، مصطفى محمد باز مصطفى، دائرة ديار بنجم بين كل من طلعت عماد الدين صادق أحمد السويدي، رضا عبد العال سالم، السيد عدلي حامد عبد الرحمن، عبد الباقي محمود أحمد تركيا، دائرة فقوس بين كل من علاء أحمد عبد النبي إبراهيم، صلاح منصور عبد العال عبد الحميد، علي الدين إبراهيم أحمد سيد أحمد النجار، نبيل محمد المهدي العطار، إمام منصور حسن منصور سعد، صلاح الدين أحمد السيد شريبة، دائرة أبو حماد بين كل من أحمد فؤاد سليمان بغدادي أباظة، ثروة محمد فكري فؤاد علي سويلم، جلال إبراهيم محمد صيام، فرج حسن سلام علي، دائرة الحسانية بين كل من السيد محمد إبراهيم رحمه، رائف السيد محمد إسماعيل، السيد أحمد عبد اللطيف عثمان عبد الله سعود، محمد حسن سلام علي، محافظة دمياط، دائرة أول دمياط بين كل من أيمن يوسف فتح رخا، ضياء الدين عصام محمد داود، ضياء الدين علي عوض بصل، ياسر عبد الفتاح عبدو أبو هندية، دائرة كفر سعد بين كل من أبو المعاطي مصطفى أبو المعاطي مصطفى، محمود محمد حمد السيد مشعل،
حسن عبد الوهاب محمد عيسى محمد علي محمد الجيوشي، محافظة بورسعيد دائرة أول بور فؤاد بين كل من حسن طارق عثمان، حسن طارق حسن عمار، محمد سامي عباس راغب عامر، محافظة الإسماعيلية دائرة ثاني الإسماعيلية بين كل من عصام أحمد دياب سلامة، أحمد ياسين أحمد محمد دندش، حسين عبد رب محمد طلب، أسامة أحمد سيد محمد عبد العال، دائرة القنطرة غرب بين كل من عصام سعد عباس أحمد، محمد السيد طلبة علي سلام، دائرة القصاصين الجديدة بين كل من أحمد محمد بدران بشارة البعلي، أحمد محمود سليمان سليمان، محمد حامد غانم أحمد، سامي محمد علي سليم، محافظة السويس دائرة السويس بين كل من حسن محمد محمود عيد، جمال عبيد محمد أحمد، جلال مازن جلال محمد، أحمد مراد جبريل محمود، محافظة شمال سيناء دائرة أول العريش بين كل من عبد العزيز مطر إسماعيل سالم، ياسر حمدي أحمد عرابي، دائرة الحسنة بين كل من سامي كامل عامر عمرو، سلامة سالم سلمان سالم، محافظة جنوب سيناء دائرة الطور بين كل من حميد سليمان محمد موسى، غريب أحمد حسان جميع. وبناء على ما سبق يجرى الاقتراع في جولة الإعادة أيام السبت والأحد والاثنين الموافقة 5 و6 و7/12/2020 لأبناء مصر المقيمين في الخارج، ويومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 7 و8/12/2020 لأبناء مصر المقيمين بالداخل، تطبيقاً للجدول الزمني لهذه الانتخابات. السيدات والسادة، هنيئاً للفائزين بثقة الناخبين، وشكراً لكم أبناء مصر حرصكم على مباشرة حقوقكم السياسية كمترشحين وناخبين في ظل الظروف التي تمر بها مصر والعالم من حولنا من تفشي فيروس كورونا. ودعوني أقول أن العالم سيتوقف كثيراً من أجل تحية المصريين في تنظيم صفوفهم أمام صناديق الاقتراع في استحقاقين دستوريين لتأدية واجبهم الوطني، ملتزمين بكافة الإجراءات الاحترازية التي نادت بها الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدين على مشاعرهم الصادقة بالمسؤولية تجاه بلدهم مصر، لأن هذا دليل قاطع على حبكم لوطنكم مصر وعزمكم على استكمال مؤسسات الدولة. السيدات والسادة، إن ما أعلنه على حضرتكم هو ما أسفر عنه انتخابكم، فمن توافقتم عليه ونالوا الأغلبية المطلقة لأصواتكم فازوا من الجولة الأولى، ومن اختلفتم عليهم وتبينت الآراء بشأنهم سيخوضون جولة ثانية لإعادة الانتخاب، وما أعلنه إنما هو حصاد أصواتكم وصدى دويها وعظيم أثرها، فأصواتكم هي التي تمنح الثقة لمترشح وتنزعه عن آخر، وتختار من يجلس تحت القبة العتيقة للبرلمان نائباً عنكم. السيدات والسادة، أقبلوا على الانتخابات ولا تسمعوا لمروج الإشاعات أعداء الوطن والمواطنين الذين يستخدمون سلاح الكذب وتضليل عقول الناس. لذا يجب علينا ألا نجعل آذاننا محطة للشائعات، وأن نجعل أعيننا ناظرة للإنجازات، ونصم آذاننا عن الأكاذيب التي يبثها أهل الشر ضد وطنهم، والتي يبغون من ورائها التشكيك في كل أعمال البناء والتنمية في مصرنا الحديثة. وختاماً، فإن ثمة شكر واجبان لكل مؤسسات الدولة ورجالاتها الذين تعاونوا معنا في إجراء الانتخابات لتخرج بصورتها التي رأيتموها، وإننا نجدد العهد، نحن الهيئة الوطنية للانتخابات رئيساً وأعضاءً وجهازاً تنفيذي، أن نظل وقوفاً على مسافة واحدة من جميع المترشحين، وفاءً بقسمنا باحترام الدستور والقانون، والتزاماً بمعايير الشفافية والنزاهة، وبوازع من ضمير القاضي وتجرده وحياده. شعب مصر العظيم، بارككم الله ووفق مسعاكم وسدد على طريق الحق خطاكم، والسلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. السلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية.